وفي إطار ردود الفعل الدولية، قال نائب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة الثلاثاء بشأن القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. وأضاف بوليانسكي عبر منصة إكس أن طهران بعثت برسالة إلى مجلس الأمن لإدانة القصف، وقال إن موسكو طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن عقب رسالتهم، ومن المقرر عقدها في الثالثة مساء اليوم بتوقيت نيويورك. بعد تصريحات كبير الدبلوماسيين الإيرانيين بأنه تم نقل رسالة مهمة إلى الولايات المتحدة في عقاب الهجوم الدامي المنسوب إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات للشرق إن واشنطن لا علاقة لها بالهجوم على القنصلية الإيرانية ولم تكن على علم به، في حين قال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC أن إدارة بايدن أبلغت بالهجوم على القنصلية حينما كانت طائرات إسرائيلية تحلق بالفعل، أي قبيل الهجوم بدقائق. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالضربة على القنصلية الإيرانية في سوريا قبل تنفيذها بدقائق قليلة. وأضاف موقع أكسيوس أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، ولكن الفرصة لم تتوفر لاغتياله. كما أشار موقع أكسيوس إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات انتقامية من الفصائل الموالية لإيران. هذا وأسفرت الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق عن قتل 5 أفراد من الحرس الثوري الإيراني، بينهم 2 من كبار القادة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وتعهدت إيران باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة المعتدين حسب تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، معتبرا الهجوم انتهاكا سافرا للأنظمة والاتفاقات الدولية المعمول بها. إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية إن مجلس الأمن القومي الإيراني اجتمع بالأمس واتخذ القرارات المناسبة بشأن الهجوم على قنصلية طهران في دمشق دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت مسؤول السفارة السويسرية لدى طهران بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران. ووفق الوزارة، تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها داعمة لإسرائيل ويجب محاسبتها. حرب الظل بين إيران وإسرائيل وصلت إلى مرحلة جديدة وخطيرة. تقرير لوكالة بلومبرغ تقول فيه إن الصراع يسود بين إسرائيل وإيران منذ فترة طويلة، حيث هاجم الطرفان بعضهما البعض بطريقة غير مباشرة في عدة مناسبات، بينما استخدمت طهران وكلاءها في المنطقة لضرب إسرائيل. وأشارت الوكالة إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق والتي قتلت قائداً كبيراً في الحرس الثوري ومعه آخرون هي مجرد حلقة أخرى من بين عدة حلقات من الصراع بين إيران وإسرائيل، ولا سيما في الأشهر الأخيرة. ومن حلقات الصراع بين الطرفين، تقول بلومبرغ إن إسرائيل تعتبر قدرة إيران على صنع أسلحة نووية بمثابة تهديد لوجودها، حيث يعتقد أنها تقف وراء جملة استهدافات ضد برنامج إيران النووي. ومن بين الصراعات الإيرانية الإسرائيلية الجبهات الخارجية، حيث يعد لبنان أقدم جبهة في المعركة بين إسرائيل وإيران، لكن الصراع الآن امتد لسوريا وصولا إلى البحر الأحمر. وأشارت بلومبرغ إلى وجود جانب آخر من حرب الظل، وهو الهجمات الانتقامية على السفن التجارية في البحر الأحمر والتي بدأت في عام 2019.
الاستهدافات الداخلية بين إسرائيل وإيران أيضا ضمن حرب الظل، كالهجمات الإلكترونية أو الاستهدافات العسكرية والاغتيالات أو الانفجارات المشبوهة.